السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيش الوداية، قيش الوداية أو كما يحلو للبعض بتسميته بالقرية، قيش الوداية ما واخدش حقه. قيش الوداية خاص إعادة النظر في مجموعة من الأمور. تبارك الله ما شاء الله، من كندخلوا للأحياء ديال قيش الوداية كتقول ما شاء الله، بنايات جميلة، أحياء نقية، مجموعة من الأمور اللي هي إيجابية. لكن اللي جاي غيدخل لهاد الكيش ولا لهاد القرية فغادي يطرح تساؤل كبير، او غيكره على الجال هاد الكيش كاع اصلا، لان كنشوفوا الطريق باش تدخل هنايا، الا كنتي جاي من جهة الرباط او الا كنتي جاي من جهة التمارة وغادي تدخل هنا، فكاين تكرفيس بزاف في الطريق. ومني كنقولوا الطريق كنهضروا على الاكتضاد، وكنهضروا على الطريق اللي باقي ما توسعاتش، وكنهضروا على هاد السباس اللي الوسط، ما هو جردة، ما هما شجيرات مقادين، ما هي حتى حاجة مقادة، والصورة غنية عن كل تعليق. خليكم معنا في هذا الفيديو، غادي نهضروا على المسألة هذه، ونتمنى من الله أنه نلقاو أذان صاغية ويتبرمج لي مال هذا الشارع، يتبرمج في إعادة التهيئة وتكون الأمور مزيانة. شوفوا الطريق حنا باقي كنهضروا عليه، كيوقف واحد كتوقف الطريق كاملة. نورمالمون الطريق هذه خاصة اتساع، وخاص الأعمدة الكهربائية يكونوا بمستوى جيد، لأن كما كتوضح الصورة أعمدة كهربائية تعود للعصر القديم. كاين اللي بقى فيها أعمدة إسمنتية، كنشوفو هنايا شنو الفائدة ديال الأعمدة الإسمنتية، فعيب وعار. كنشوفو أعمدة إسمنتية في اليسار وفي اليمين، وكنشوفو الأعمدة القصديرية في الوسط، وحتى حاجة ما كتحمر الوجه. كنتمنى من الطريق هذه توسع، نشوفو إنارة مزيانة، نشوفوا شارع مزيان، نشوفوا الامور تكون مضبوطه. وكنتمنى من الله نشوفوا اسواق نموذجيه باش حتى الاشكال ديال الباعه يتحل وتكون الامور مزيانه. والله يسخر الامور، راه الطريق كتبقى غاديه مزاحمه بحال هكذا، لا في الصباح لا في العشيه، وما كتجي واحد الوقت راه كتوقف بالمره. نتمنى من الله يكون خير، وان شاء الله ما يكون غير الخير الا هنا. متابعينا الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.